ليش تأثرت لما جاء الحديث عن الوالد؟ شوف لأني هذا موقف طبعا ما راح أنساه، وبالذات من الناس اللي تتكلم والناس تطلع في الإعلام، يعني ما يحسبون حساب أن اللاعب بني آدم في الأخير، يتكلمون على لعيبه في أي مباراة، هو سيء ليش هذا مو سيء، هذا يأخذ الرقم الفلاني، هذا أصلا مو محترف ورا ما يشوف فلان، ما يدرون وش عنده في بيته، أهله عنده مشاكل ما عنده. يعني أنا كنت في منتخب تصفيات روسيا كأس العالم قبل مع مارفك، أنا كنت ألعب مباراة وأنا ما أدري وأمي في العناية، وخسرنا مباراة وكنت ما كنت كويس، لأنه أنا عندي خبر، أعطاني أخوي خبر بدون ما حد يدري إن والله ترى أمي تعبانة، بس يعني لسه الأمور مستحيل. ما بين لي يعني ما بين لي إيش الموضوع، بس إنه دخلني خلاص إني أنا قاعد أفكر. هي إيه مباراة الإمارات قبل اليابان، قبل أهم مباراة، وكانت الإمارات أهم من اليابان اللي خسرنا فيها 2-1. أيوة، وصار هجوم إعلامي وقتها. هجوم يعني كلام ما ينقال، في أشياء انقالت على اللعيبة عيب إنها تنقال، وأنت لسه باقي لك أصلا عندك مباراة وعلى أرضك وكل شيء في يدك. أوكي ترى كانت مباراة الإمارات ما تأهلنا، كانت تسهل الطريق إنه أنت مع اليابان تتعادل أو تفوز، يعني لو أنا فزت طيب وبعدين وخسرت ضد اليابان ترجع تتكلم عن نفس الموضوع. فاللي أتكلمه في ناس في الملعب قاعدة تحرق ومتغربة عن أهاليها، وأهاليها ممكن زي حالتي، أنا رايحة داخل الملعب وأمي في العناية وعادي، الناس خسرنا كل أحد تكلم والله فلان هذا كيف يأخذ مبالغ، همهم الفلوس طبعا، معليش همهم الفلوس إنه ليش فلان يأخذ الرقم الفلاني وكيف يلعب في المنتخب أصلا، وما فكروا قالوا والله عنده مشكلة اليوم مو بيومه في المباراة. قهرك هالموضوع؟ يعني هذا مستحيل أنساه، هذا الموضوع مستحيل أنساه، وطلعت من المباراة وطمنت إن الوالدة يعني بخير الله يحفظ أهاليكم. بس إيش فيك تأثرت الحين؟ هذا الموضوع أنا من وقتها إلين أموت وهو بيقعد عندي غصة يعني صدق، لأنه في ناس اللي يسوى واللي ما يسوى، الصراحة اللي يسوى واللي ما يسوى بيتكلم كلام هو ما يدري، وكل عيون الناس على فلان كيف ياخذ كذا، فلان كيف ياخذ كذا، ترى ما حد جبر الأندية أنها توقع مع اللعيبة بالمبالغ دي. أنا بجي أوقع معك يا أبو جود بقول لك والله تبغى الرقم الفلاني تبي؟ أهلا وسهلا، ما تبغى فيه أندية ثانية صح ولا لا؟ ولا أنا بقول لك أنت رئيس النادي أنا أبغى الرقم الفلاني، أنا أشوف نفسي سلمان الفرج أنا الرقم أبغى مليون، أنا أشوفه يسواني مليون. هذا هذا عام 2017 معقوله للحين في خاطرك قاهرك؟ ما راح يروح ابدا. يعني انت الحين قاعد تبكي على موضوع صار من 5-6 سنوات لهالدرجه كان تاثيره يعني يعورك؟ وجود امي في المستشفى والناس تتكلم علي كيف ما تقدم مستوى سلمان الفرج وانت لاعب مهم كيف، وما يدرون وشتموا اللعيبه وما يدرون شتموا، اتوقع الكل عارف يعني ولا حد يدري ان والدة سلمان في المستشفى او ابو فلان في المستشفى ولا ولده، ولا في ناس متزوجة عندنا عندهم عيال لعيبة، بس انه مخلي عياله مدة شهر ولا اسبوعين ترى موضوع مو بسهل ابدا. فعين الناس اللي بس او اللي تطلع في البرامج عينهم كيف هذا ياخذ كذا هو يقدم كذا، اصلا اساسا انت مالك شغل كم ياخذ، انت تحلله فن ايش يسوي في الملعب، قدم كويس تثني عليه، سيء والله تقول فيه كذا وكذا وكذا، انتهى الموضوع. لا تدخل في وطنية، لا تدخل في كم اخذ فلوس، كيف يستلم كذا، ايش معه سيارة،
هذه أشياء ما تخصك كإعلامي. أرزاق يعني. إيه هذا رزقي، هذا اللي كاتب رب كاتب له ربي. لما طلعت من مباراة الإمارات واتصلت وقالوا لك الوالدة في العناية مركزة. ما رجعت ها؟ ما رجعت. كملت. كملت في جدة. رجعنا من الإمارات على جدة. برغبتك. بس لما أنا اطمنت إن الأمور تمام. برغبتك ولا هل قالوا لك لا ترجع كمل؟ أمي قالت لها ترجع. الوالدة. إيه. كلمتها بنفسي وقالت أنا طيبة واموري زينة ولا ترجع. وطبعا ما اعطيتهم خبر من قبل انه لا تكلمونها الا بعد المباراة، خلوه يلعب مباراة. بس اخوي عارف انه ممكن يوصلني الموضوع مستشفى، في احد يعرفني يعرف اخوي يوصل فحب يجيب الطريقة ايه فوصل لي. اوصف لي مكالمة مع الوالدة اكيد تذكر تفاصيلها. اكيد تذكر. انا اول شيء بس طمنت عليها. ايش قالت لك؟ انه كل شيء تمام. يوم ما انا جاي. انا جاي، انا قلت لها بعد ما طمنت قلت لها انا جاي، ترى انا الحين اقفل منك وترى بكلم الاداره ويحجزوا لي وانا راجع. قالت لي والله ما ترجع وانا اموري تمام، باقي لك مباراه خلصها وخير ان شاء الله. انا ما خلصت، انا طلعت من غرفه من العنايه وسوت العمليه ونجحت وانا اموري تمام. قالت جيب المباراه وتعال. ما عند هذا الاسلوب، بس انه الله يوفقكم بس لا ترجع. انتم ما عاد عندك ما هذه المباراه. كنا معسكرين فتره تقريبا اكثر من اسبوعين عشان الامارات واليابان. اليابان وباقي على اليابان 4 ايام ولازم تفوز. ولازم تفوز. كيف دخلت المباراه دي؟ نفسيتي الحين تعتبر احسن، انا خلاص طمنت. بس انه كانت من اسوأ 4 ايام لنا في هذه التصفيات. كلعيبة ولا سلمان؟ كلعيبة تكلم. من الكلام اللي جاء علينا. اوكي احنا زعلانين برضه، العالم زعلانة، الاداء ما كان كويس. كان يعني لا اذكر انا كان أذكر منتخب الامارات ممكن اسوأ منتخب. ممكن اذكر الحملة يعني كانت قاسية، قاسية جدا. ايه؟ نمر من جنب بعض ما حد يسلم على الثاني بالمعسكر. اللعيبة. من الحزن اللي كآبة في المعسكر شيء لا يذكر. يعني حزن وضغط الناس اللي تتكلم والإعلام اللي يسب من هنا واللي يوصفك بشكل مو كويس من هنا. أنا ما سبيتكم. إن شاء الله أنك ما سبيت. لا ما سبيتكم. أنا ما أدري. أنا ترى بقول لك شغلة. ممكن أنت تكلمت. لا 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 لا. واضح. لا 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 لا. أنا أقول لك وصلني شيء. مو منك. انا عارف إيه؟ انت تعرف انا اذكر بالضبط ايش صار من برنامج كوره تحديدا. كنا اجازه والمفروض نرجع قبل مباراه اليابان بيوم او يوم مباراه اليابان. طلبنا من اداره القناه نرجع بعد مباراه الامارات بعد الخساره، قد نرجع في نفس الليله. وكنا واثقين وكنا نقول حيجيبون البطاقه. شفت انا الاعلام وقتها والهجوم اللي وجه لكم وقلت هذه حمله ظالمه وباذن الله بيجيبون البطاقة. عشان كذا انا احبك يا ولدي، عشان كذا طالما عشان كذا انا طالما اضحك. خلينا شوي يعني بعيد عن الحزن. بس صدق كانت من اسوأ 3-4 ايام لنا في معسكر.